صار خلاف بينهم، وعبد الرحمن بن سعيد رئيس نادي الهلال او منشئ نادي الهلال انشق من نادي الشباب وانشأ نادي اسمه النادي الاولمبي، وبقى عدة سنوات اسمه النادي الاولمبي. فاخيرا على حياة جلالة المغفور له الملك سعود رحمه الله، لعب الهلال مباراة وكان حاضرها جلالة الملك سعود، وقال انه اسم الاولمبي اسم غير عربي، يجب تغييره الى اسم عربي، واختاروا له اسم نادي الهلال، ومنذ ذلك الحين وهو لا يزال نادي الهلال. رمي التماس تتلعب. اما نادي القادسية زي ما قلنا لكم هو مؤلف من عدة اندية اللي هي الاتحاد والاهلي والوحدة والشعلة، انضموا مع بعض وسموا بنادي القادسية. تلعب الكرة فهودي معاه الكرة، يلعب كرة طويلة قدام ناحية سلطان، لكن